نعرض علي انه اشارك في دورة عن القيادة في فلسطين او القيادة بشكل عام. بدأنا الدورة وحكينا عن القيادة وقديش انت ممكن تكون انسان مسؤول في المجتمع، وانا هون بتبلش فكرة سوكتل. في 2007 كانت الانطلاقة انه نبدأ نحكي مع المجتمع، ايش رأيكم بفكرة جديدة؟ ونعمل ريسيرش وبحث عن الفكرة، انه تشبك الناس فرص العمل مع الخريجين عبر الموبايل، كانت مش موجودة. وبعد الفكرة بلشنا نشتغل على إطار أوسع اللي هو الاتصال مع الشركات والاتصال مع الجامعات. هلأ الشراكة الرسمية كانت مع الجامعات، إنه الجامعة بتزودنا في لائحة فيها أسماء وتخصصات وأرقام موبايلات وكل المعلومات المطلوبة عن الخريجين. بس كان الخطوة الثانية إنه نلاقي الشركات اللي رح تتعاون معنا بإنه لما يكون عندها أي شاغر تعرضه عن طريقنا، وطبعا ضل علينا ندور على التمويل. طموحنا إنه يكون سوكتل في كل بلد، نحكي للناس مين الشباب الفلسطيني ونغير الانطباع عن الشباب الفلسطيني، إنه الشباب الفلسطيني شاب طموح له نظرة للمستقبل.